نطمع أن يؤكد لنا صاحب السمو شخصيا أولا حاكمية الدستور على الميثاق وأن لا مساس بأي شيء من الثوابت الدستورية. ثانيا الصلاحية التشريعية الكاملة للمجلس المنتخب. ثالثا البدء الفوري المرحلي بتطبيق الميثاق بعد التصديق عليه. رابعا أهلية الجادة بالإسراع لتفعيل الدستور. خامسا الاستمرار في المبادرات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو التي توفر المنازات الملائمة للتفاعل الإيجابي مع الميثاق. سادسا نتمنى أن تصدر مذكرة توضيحية رسمية لمواجهة كل هذه الغموضات وإزالة كل هذه الهواجس. في الختام نبتهل إلى المولى أن يفعل. كما قلت أن يقابلنا ونحن مهنين بس إذا نسمع مشهور أن الدستور يجب لا شك الدستور أنا لا عيش من تلقى هذا مع شعبه وأنا إن شاء الله من يجب البعض لإيسا بن سلمان ولكم